وبالعودة إلى موضوع توجيه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بإنشاء مصنع لإنتاج مكونات الإشارات وأنظمة التحكم، ينضم إلينا من روما السفير بسام راضي السفير المصري لدى إيطاليا في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين مختلف الصناعات في مصر لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. إلى أي حد عملت مباحثات السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير على تحقيق هذا الهدف؟ مساء الخير على حضرتك وعلى نشرة الأخبار وعلى كل العاملين في الزملاء مع سيادتك. الأول يعني زيارة الفريق كامل الوزير لروما فيها شقين رئيسيين، شق خاص باللي حضرتك تفضلت بيه هو خاص بمنظومة النقل والقطارات. الحقيقة لازم نعرف أنه في الفترة الأخيرة بتوكيلات السيد الرئيس تم إضافة مكونات جديدة لمنظومة النقل العام في مصر، مكونات لم تكن موجودة قبل كده، هي القطار الكهربائي السريع، المونوريل، القطار الخفيف، والأتوبيس الترددي على الدائري. ده طبعا بجانب الوسائل الأخرى اللي كانت موجودة قبل كده واللي أخذة في التوسع زي مترو الأنفاق و خلافه. الاربع مكونات اللي انا قلت لسيادتك عليهم دول بيعملوا نقله كبيره جدا في عمليه التنقل وعمليه المواصلات في مصر، وبتفتح شرايين بشكل كبير للتجاره ونقل البضائع ونقل السياح ونقل وتحرك الافراد. الحقيقه الزياره لفريق كامل الوزير لايطاليا كانت بهدف استكشاف المنظومة الإدارة الجديدة اللي هتقوم بها هتقوم تتولى القطار السريع. القطار السريع زي ما حضرتك عارفة هو له خمس خطوط رئيسية ما بين السخنة والعلمين المطروح وما بين الغردقة وأبو سمبل وما بين أسوان القاهرة أسوان وما بين الإسكندرية وبورسعيد. الخط الاولاني لسخنه العلمين مطروح حوالي 500 كيلو تم الانتهاء من البنيه الاساسيه الكامله ليها بشركه سيمنز وبشركه اوراسكوم والمقاولين العرب وايضا شركه احمد السويدي الخاصه بالالكتروميكانيك. بننتقل دلوقتي الى التشغيل، وده شيء مهم جدا. طبعا ده مكون رئيسي ومكون جديد موجود لسه، الخبره الاجنبيه لابد منها والمشاركه لابد منها. كانت جولة فريق كامل الوزير أمس واليوم، أمس كان في لقاء مع الشركات الإيطالية اللي خاصة بالتشغيل، اللي خاصة بمحطات الإلكترونية زي ما سيادتك تفضلتي بالإشارات وكل هذا. اليوم تفقدنا محطة روما الرئيسية فجرا من الصباح الباكر جدا لأن دي بتبقى ذروة تحرك الركاب عشان سيادة الفريق كان عايز يشوف العملية يعني بشكل عملي ميداني. وتحركنا لبولونيا ثم إلى ميلانو وتفقدنا فيها المحطات الأساسية للتحكم الإلكتروني بالاطلاع على أحدث الأجهزة وأحدث الوسائل اللي الدول الأوروبية الحقيقة ليها باع في هذا المجال. حضرتك قلتي على توطين الصناعة، ده شيء أساسي طبعا لأن كل المحادثات مع الإيطاليين ومع الشراكة مع الأجانب وطبق توجيهات السيد الرئيس في محددات رئيسية في الشراكة دي. إيه هي المحددات؟ أول حاجة توطين الصناعة، نقل التكنولوجيا، ثالث حاجة وده المهم جدا تدريب الكوادر البشرية بحيث أن مصر يبقى عندها قدرة للإنتاج للمكونات وتوفير طبعا العملة، وأيضا يبقى ليها الكوادر البشرية المؤهلة الفنية لتقدر تقود عملية الإدارة والتشغيل في المستقبل، لأن ده شيء مهم جدا موضوع الإدارة والتشغيل. الشق الثاني لزيارة سيادة الفريق هو شق يتعلق بالقطاع الصناعي. غدا إن شاء الله هيكون لنا زيارة لإقليم لومبارديا في الشمال الإيطالي، هو الإقليم الصناعي الأول والأشهر في أوروبا اللي هو في كل الصناعات الثقيلة في إيطاليا. سيادة الفريق له مجموعة من اللقاءات مع رؤساء كبرى الشركات هناك خاصة بسيادتك تفضلتي بيه بالإشارات ووسائل النقل وكذلك، وأيضا السيارات.
لاكتشاف فرص توطين صناعه السيارات، السيارات الكهربائيه، السيارات صغيره الحجم اللي ممكن تبقى مناسبه للمجتمع المصري والاسر المصريه. فده هيكون غدا ان شاء الله زياره لاقليم لومبارديا في الشمال. ده باختصار الحقيقه الزيارتين، ويعني بعتقد انه ان شاء الله لما يتم التشغيل للقطار الكهربائي السريع ده هيحدث نقله كبيره جدا في كل مناحي الحياه في مصر، لانه كل الدول اللي قامت على مشروعات اساسيه للنقل و المواصلات، لان ده بتفتح مجال كبير جدا زي ما قلت لحضرتك للتنقل. هي الحياه حركه، والحركه اساسها المواصلات والطرق ومكوناتها الرئيسيه. نعم، طيب سياده السفير، بشكل عام الى اي مدى يصل مستوى التعاون المصري الايطالي في مجال السكك الحديديه والنقل الذكي؟ الحقيقه التعاون المصري الايطالي بيجي في الاطار الاعم من العلاقات الثنائيه. العلاقات الثنائية خلال العام الماضي والعام الحالي شهدت نقلة نوعية كبيرة جدا، يمكن ممكن نقول انها اعادة اطلاق العلاقات المصرية الايطالية بعد فترة يعني تباطؤ شوية لبعض الظروف. حاليا هي في اوج يعني فتراتها، وده بفضل التفاهم الكبير والوعي البراجماتي العميق جدا ما بين قيادة الدولتين، ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين السيدة جورجيا ميلوني. ده انعكس تماما على جميع أوجه العلاقات الثنائية. نيجي لسؤال سيادتك. إيطاليا ليها باع كبير في القطارات، وفي سواء القطارات الكهربائية الفائقة السرعة اللي بتعدي 300 كيلو زي اللي جربناها النهارده، كنت 300 كيلو في الساعه، واللي اشبه باللي سيمنز هتشغلها في مصر ان شاء الله، والقطارات العاديه اللي بتشتغل بالديزل او بالسولار، وايضا بمترو اللي هو مترو الانفاق. بنحاول طبعا ان احنا نستفيد بهذه الخبره وبهذه الشراكه معاهم. ايطاليا تعتبر الشريك الاول لمصر في اوروبا، وده يعني التعاون في هذا الشق بيجي اتساقا مع المجمل العلاقات الثنائيه. وان شاء الله زياره الفريق كامل الوزير يعني هتبقى انطلاقه، وهو قدم الدعوه للجانب الايطالي، وخلال الشهر الجاي ان شاء الله هيكون في وفد كبير من رجال المؤسسات او يعني سكك الحديد الايطاليه الرئيسيه، المشغل الرئيسي، هيجوا مصر يشوفوا ايه الفرص اللي موجوده لتعزيز التعاون ما بيننا وما بينهم في هذا المجال. نعم، سياده السفير بسام راضي السفير المصري لدى ايطاليا، شكرا جزيلا لك.